كلمة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبتين عظيمتين، ليلة القدر وعيد الفطر المبارك. رزقنا الله بركة ليلة القدر وبلغنا ومصرنا العزيزة عيد الفطر المبارك بكل الأمن والأمان والتقدم والرقي. وألخص حديثي في 3 نقاط. الأولى تتعلق بفهم المقاصد، وهنا نقف مع آية واحدة من كتاب الله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإذا كان الجزء الأول من الآية جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، فإن الجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الإحياء الحقيقي للأنفس لا يكون إلا لله وحده، فيحمل الأمر هنا على المعنى المجازي. والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية. فإذا كان المتطرفون والإرهابيون يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق، فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابيين سواء أكان دفعا عسكريا أم أمنيا أم قضائيا أم علميا أم فكريا أم دعويا فكأنما أحيا الناس جميعا. ويدخل في ذلك أيضا كل من وفر لها الدواء والغذاء وشربة الماء النقية ومهد الطرق وعبدها، لأن تمهيد الطرق يقلل نسب الحوادث فيحافظ على الأنفس من الهلاك، فكل ما يؤدي إلى استمرار حياة النفس البشرية ويدفع عنها الهلاك داخل في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النقطة الثانية تتعلق بتحريف الغالين لمفهوم النصوص أو لمفاهيم النصوص، الذين تحريف الغالين الذين يحاولون أن يرسخوا لفقه الجماعة على حساب فقه بناء الدول. ففقه بناء الدول يتسم بالسعة والمرونة، أما فقه الجماعات فنفعي سطحي مغلق، مصلحة التنظيم فيه فوق مصلحة الدولة، ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة، بل فوق مصلحة الدين نفسه. وقد حاولت الجماعات المتطرفة إحداث حالة من القطيعة مقصودة، إحداث حالة من القطيعة والشقاق بين الشعوب وحكامها، فأخذت تسوق أنفسها على أنها حامية حمى الدين، وأن من كان مع النظام أو الدولة حتى لو كان النظام في عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو ضدها، وبالطبع من منظورها هو ضد الدين. وهذه دعوات مشبوهة
تعمل على تفكيك الدول من داخلها وتحقق أهداف أعدائها المتربصين بها، فهذه الجماعات المتطرفة ترى أن كل ما يقوي الدولة يضعف الجماعة، وكل ما يضعف الدولة يقوي الجماعة، فهي لا تقوم ولا تتغذى إلا على أنقاض الدول على نحو ما نرى حولنا. على أن الإسلام قد أوجب للحاكم العادل حق الطاعة بل حق الإعانة والتقدير، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، مع لفتة كريمة في الحديث النبوي، عندما عطف النص النبوي حامل القرآن عطفه مباشرة على إكرام ذي الشيبة، وعندما تحدث عن السلطان المقسط أعاد كلمة إكرام تأكيدا على حقه في الإكرام والعناية والإعانة والإحترام والتقدير. فمن إجلال الله عز وجل إكرام ذي السلطان المقسط. ودعوة الإمام العادل لا تعد، وفي بعض روايات الحديث مقدمة على دعوة الصائم، وهو في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أول السبعة الإمام العادل. وبهذا تبنى الدول ولا تهدم، وهو ما بيناه تفصيلا في كتابنا فقه الدولة وفقه الجماعة الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أوائل هذا الشهر الفضيل. النقطة الثالثة والأهم هي حاجتنا الملحة لاستخدام المنهج النقدي العقلي في إعادة قراءة المتغير من تراثنا مع الحفاظ على ثوابتنا الشرعية. وأضرب مثالا بأنموذج واحد من أحد عيون كتب التراث التي هي مناط الاحترام والتقدير كتابا وكاتبا، وهو تفسير الإمام القرطبي الذي تعلمنا ولازلنا نتعلم منه، غير أننا نريد أن نبين بوضوح أن كل إنسان يؤخذ منه ويعد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره، في تفسير آية الدعاء وتحديدا في الجزء الثاني من الكتاب صفحة 312 طبعة عالم الكتب، أن الإمام علي رضي الله عنه قال لنوف البكالي: يا نوف، لا تكونن شاعرا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا. والجابي والعشار هما من كانت الدولة تسند إليهم جمع الزكاة أو جمع الضرائب. يا نوف، لا تكونن شاعرا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا، فإن نبي الله داود عليه السلام قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيها إلا أن يكون شرطيا أو جابيا أو عشارا. ومثل هذا الكلام إذا أخذ على علاته يهدم الدول ولا يبنيها أبدا. وبالبحث الدقيق وجدنا أن في سند هذا القول كلا من سهل بن شعيب مجهول الحال، أبي علي بن الصقيل مجهول الحال، عبد الأعلى بن عامر الكوفي ضعيف الحديث، مما يؤكد أننا وأن القول لا أصل له ولا سند له، لكنه هكذا ورد على علاتي في كتاب من أهم كتب التفاسير، مما يؤكد أننا في حاجة ماسة وملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة جديدة بروح عصرية ناقدة ثاقبة وواعية. وهذا المنهج النقدي العقلي هو ما نسير عليه بفضل الله عز وجل في وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف تأليفا وترجمة ونشرا
وتأهيلا وتدريبا، مع الأخذ بكل وسائل التحديث العصرية من نشر خطبة الجمعة مترجمة مقروءة ومسموعة ومرئية ب16 لغة إضافة إلى لغة الإشارة، واعتماد مركز دولي للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تم تخرج الدفعة الأولى فيه منذ أسابيع، كما تم افتتاح معمل صوتيات اللغة الإنجليزية لتدريب الأئمة والواعظات على اللغات الأجنبية، مع التنوع العلمي والثقافي في البرامج التدريبية بالأكاديمية سعياً لإعداد إمام عصري مستنير، والتحول من حالات التميز الفردي إلى حالة استنارة عامة بين جموع الأئمة والواعظات، تؤدي بإذن الله تعالى إلى نشر سماحة الأديان ودحر الفكر المتطرف وبناء مجتمع إنساني راق يؤمن بحق التنوع والاختلاف واحترام الآخر وفقه العيش المشترك، ويدرك إدراكا لا يداخله أي شك أو تردد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأنه لا بد للدين من وطن يحمله ويحميه. السادة العلماء، أؤكد أننا في مناخ ذهبي وفرصة مواتية، بل ربما غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر على أقل تقدير، لبيان صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وصيانة مال الوقف وتعظيم استثماراته، وما علينا إلا إخلاص النية والتشميع عن ساعد الجد، فيا باغي الخير عجل. واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أقدم لسيادتكم هدية وزارة الأوقاف تقديراً لشخصكم الكريم وجهود سيادتكم في دعم الفكر الوسطي المستنير وصيانة مال الوقف، نسخة كريمة من كتاب الله عز وجل. وكل عام وسيادتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.